تعليق لي الزميل عبد العزيز بن سالم. مباراة شبيبة الصاورة بضيفه أمل الأربعاء اكتست أهمية بالغة لكلا الفريقين اللذين يبحثان عن مزيد من النقاط لتسلق سلم الترتيب. مباراة عرفت أول فرصها التهديفية من أصحاب البذلة الزرقاء عبر رأسية درامي التي انبرى لها سفيون ببراعة عند الدقيقة السادسة. وإثر تهاون دفاعي كاد أمل الأربعاء مرة أخرى أن يفتتح مجال التهديف ليبدأ المد الهجومي الساوري، فانطلق حمزاوي الذي فعل كل شيء أمام المدافعين فكان أنانيا وفضل الحل الفردي. وخلافا لما كان متوقعا الحكم عبيد شارف يعلن ركلة جزاء لأمل الأربعاء احتج عليها كثيرا لاعب الصورة بداعي التمويه، ركلة نفذها أميري بنجاح ممضيا هدف اللقاء الأول عند الدقيقة 15. ثم بعدها بأربع دقائق بسماحة يعرقل في منطقة الجزاء، لكن حكم اللقاء لم يعلن عن أي خطأ وسط احتجاجات من لاعبي الصورة. الصورة مرة أخرى يبادر بالهجوم، بالخير ينفرد بالحارس قارة ولكن من دون جدوى. ثم مخالفة بن جلال المباشرة التي لم تأتي بالجديد. الدقيقة 41 لاعبو الصورة طالبوا مجددا بركلة جزاء بعد عرقلة بن جلال، لكن عبيد شارف طالب بمواصلة اللعب. آخر فرصة للصورة جاءت مع نهاية هذا الشوط بعد تمريرة ترباحة التي افتقدت للتركيز. المرحلة الثانية بدأ الصورة ضاغطا منذ البداية، فجاءت رأسية أودو التي صدها قارة بامتياز عند الدقيقة 50. وبعدها بدقيقة واحدة مخالفة منفذة للصورة ورأسية أودو الأولى ثم الثانية من زاوي أخرجها دفاع الأمل من على خط المرمى. بالخير أراد تجريب حظه عبر التسديد، لكن قارة كان حائلا دون زيارة الكرة لشباك الأمل. الدقيقة 74 تبادل كروي في منطقة جزاء الأمل، وبوغلمونة يفشل في التسجيل أمام استماتة دفاعية كبيرة. لاعب الصورة طالب مرة أخرى بركلة جزاء عند الدقيقة 81 إثر عرقلة بالخير، لكن عبيد شارف كان له رأي آخر. الدقيقة 86 ركنية منفذة بإحكام، رأسية المدافع بن محمد تعدل الكفة للصورة بعد ضغط كبير على دفاع أمل الأربعاء الذي تحمل عبء المباراة. ليأتي رد فعل أمل الأربعاء بتسديدة أمير المباشرة التي صدها صفيون في الوقت البديل. قبل النهاية بثوان كاد بوغلمونة أن يرجح الكفة للصورة برأسية أبعدها قارة إلى الركنية، ينتهي اللقاء على وقع تعادل أبيض واحتجاجات كبيرة على حكم اللقاء. بون، هو